سوق الذهب في مصر شهد ارتفاع جماعي لأسعار أعيرة الذهب المختلفة، وبيأتي ذلك في ظل ثبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية. تعالوا معنا نعرف أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 مارس وأسباب ارتفاع الجنوني الأخير. بانكير، نبض البنوك. سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 2068 جنيه للشراء و2091 جنيه للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 1896 جنيه للشراء و1917 للبيع، وسجل جرام الذهب عيار 21 1810 جنيه للشراء و1830 جنيه للبيع، كما سجل جرام الذهب عيار 18 1551 جنيه للشراء و1568 جنيه للبيع، وسجل جنيه الذهب حوالي 15925 جنيه للشراء و14640 جنيه للبيع. اما اوقات الذهب فقد سجلت حوالي 1856 دولار للشراء و1857 دولار للبيع. وتعليقا على اسباب ارتفاع الذهب في الفتره الاخيره، فقال عبد العال سليمه نائب رئيس شعبه الذهب بالغرف التجاريه بكفر الشيخ ان ارتفاع اسعار الذهب بالاسواق العالميه وقرارات تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه امام الدولار منذ عام 2016 دفعت المصريين للتحوط والادخار بالذهب حفاظا على قيمه اموالهم مع تدهور العمله. وقال سعيد امبابي المدير التنفيذي لمنصه ايساغا لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت ان اسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بحوالي 5 جنيه، وده خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1830 جنيه، وسجلت الأوقية مستوى 1856.5. ولو حابين تعرفوا أسعار الذهب على مدار اليوم تابعونا في بنكير. كانت معاكم هبة محمد. بنكير، نبض البنوك.